الإيرانيون يخترقون هاتف رئيس الموساد. قريبا إيران ستطلق القمر الصناعي آيات. الرئيس الإيراني لا فائدة من اللقاء مع الرئيس الأمريكي. الداخلية الإيرانية تتوقع عدد زوارها المشاركين في زيارة الأربعين. سفينة الدعم لبحرية الحرس تسحب السفينة الأمريكية. لاعب كرة القدم الإيراني مهدي طارمي النجم الثامن في مونديال قطر 2022. الصفحة الرسمية لشركة أبل تنشر مقطع فيديو لبحيرة في إيران. إزالة الغبار عن المضجع الشريف للإمام الرضا عليه السلام خلال زيارة الإمام الخامنئي إلى مشهد المقدسة. أسعد الله أوقاتكم مشاهدي إيران بالعربية أينما كنتم. كونوا معنا لنطلعكم على أهم أخبار الجمهورية الإسلامية خلال الأسبوع المنصرم. قراصنة إيرانيون يخترقون هاتف رئيس الموساد وينشرون صورا لأسنانه مع نصائح طبية حول ضرورة تنظيف الأسنان. قريبا إيران ستطلق القمر الصناعي آيات، والذي سيسهم برفد معلومات عن الحوادث الطبيعية والسيول والزلازل. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي بأن لا فائدة من وراء اللقاء مع الرئيس الأمريكي لا لإيران ولا للشعب الإيراني. توقع وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي مشاركة أكثر من 4,500,000 زائر إيراني في مراسم أربعمية الإمام الحسين عليه السلام، وذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم السبت أمام أول ملتقى دولي حول الصحة في مراسم الأربعينية. سفينة الدعم شهيد بازيار التابعة لبحرية الحرس الثورية الإيراني، وهي تسحب سفينة أمريكية من طراز سايدرون إكسبلورر في المياه الدولية للخليج الفارسي. بعد أن نشرتها إيران بالعربية، قامت الصفحة الرسمية لشركة أبل بنشر مقطع فيديو لبحيرة مهارلو في مدينة شيراز. جرت مراسم إزالة الغبار عن المضجع الشريف لثامن الحجج الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام بمشاركة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي ضمن أجواء مفعمة بالروحانيات.